لسانك، انت ازاي كنت متداري في وش الحنيه طول فتره الخطوبه دي؟ ازاي ما خدتش بالي انك بتمثل عليا كل ده؟ عشان انت ما بتشوفيش. انا عملت لك ايه كل ده؟ عملت لك ايه استاهل عليه المعامله الوحشه دي؟ يا شيخه، يعني عرفتوني انت واهلك بطلباتكم قبل الجواز وبعد الجواز، وكمان لسه بتفضليهم عليا وعلى مصلحتي؟ كل ده ليه؟ عشان مرضيش اصرف لك فلوس من بابا؟ عشان عايز تعمل حته مشروع خايب؟ وايه المشكله يعني لما اخد منه عشان اعرف اعيشه؟ ما انت بنته ولازم يقف جنبك. عايز تبقى راجل بجد، اتعب واجتهد واعمل كل اللي انت عايزه بس بفلوسك. اسمعي مني بقى الكلمتين دول يا بنت الناس، هتروحي لاهلك وهتتصرفي في فلوس، هشيلك فوق راسي وفي عيني، مش هتعملي كده يبقى انت من طريق وانا من طريق. من غير ما تقول، انا مش هكمل مع حد يعرف يعيش يوم واحد على قفا مراته وبفلوس اهلها، انت اللي زيك ما يتعشروش.